هي سندي يعني، هي ربع. انا عندي خمس بنات، هي كبيره، هي الكبيره تاعتهم، ما عندي شيء ولاد الحمد لله. هي 100 ولد زي ما بحكوا، 100 شاب. صار يحكي لي بابا اذا احنا ما يعني ما اشتغلنا اليوم حنكب الشغل، لانه ما بزبط انه يضل ثاني يوم. فانا بحكي له خلص ولا يهمك وان شاء الله خير وتوكل على الله. بعدين علي الساعه 10 بحكي لي انا خلصت كل شيء. يعني انا كنت متوقع مثلا اليوم اشك 25، لانه امبارح سيخ راح، اليوم شكيت 25 ومع الدعايات وكذا والشباب اللي ما قصروا، شكينا حوالي 300 كيلو قاعدين نشوف. يعني طلعوا المكان يعني مليان بطريقه مو طبيعيه، ما توقعنا ابدا يكون زي هيك. انا جاي بكير اطلب، يعني ما شاء الله قد ما هو موجود ضغط بس عادي ما في اي مشكله. انها بتوقف مع ابوها عشان تساعد ابوها انه ينجح شغله ويستمر شغله ويوظف ناس ثانيين وينجح الشغل ويصرف على العيله. هاي البذر الصالح.